بسم الله وكفى، وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا أعنا على محبتك، وزدنا تدرجا نحو المثول بين يديك، حقا نعيشها تلك المواقع بين يديك، نعيشها بالتمام والكمال، غير أننا لا نراك وأنت ترانا، ولا سبيل إلى رؤيتك إلا حين تأذن لنا. فلم يرك كليمك عليه السلام، موسى عليه السلام، فكيف نحن ونحن درجة أقل من درجة كليمك عليه السلام؟ فكيف يكون يتيسر لنا رؤيتك؟ فأعنا ربنا على الحضور بين يديك وإن لم نراك. آمين يا رب العالمين. ونعود الآية الكريمة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. هو متمترس بحقيقة أن الله هو الحي والمحيي، وهو البعث الموت، وهو الذي يبعث الحياة من جديد، سواء كان نراه في الطبيعة متكررة في كل أصقاع الأرض، أو نراه في تقلبنا بين الشك واليقين، تقلب الإنس والجن، مش إحنا نحمد ربنا حفظنا من التقلب هذايا والضلالات هذيا وذبذبات الخير الفاسدة التي هي بيد إبليس، يكيد لنا إن استطاع لكي نظل السبيل. اللهم اجعلنا على المحجة البيضاء ومتمسكين بهذه السبيل القويم. آمين يا رب العالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم أن الله يأتي بالشمس من المشرق، أو كذب، وعارف يعرف ما معناها يحيي ويميت، السقط ذاك الفريان وقتها جهة بابل ما بين النهرين. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، شوف كيفاش باش يفهم، يبطل دعوة، فإن الله هذا ديداننا، هذه عادتنا احنا كيفاش نفسدوا على أعداء الله، وين هكا يتقدموا إلينا على الركع السياسي العالمي إلا أن نقوموا حجار وجبال ولعنات كافيات لطردي من السعادة، من بوتقة السعادة. قال إبراهيم عليه السلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب، والثورة كما سيرتبك وسيفتضح أمره. نسأل الله السلامة، وبإذنه تعالى نرجع إلى هذه الآية قبل نهايتها، والسلام.